بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي مرحبا بكم، فيديو جديد معايا. اتمنى ان شاء الله ان يلقاكم بخير وعلى خير باتم الصحة والعافية ان شاء الله. كما شفتوا امامكم اليوم غادي نشارك معكم مربى الورد، يجي رائع جدا، مميز جدا بالذوق تاعه، باللون تاعه، بالنكهة تاعه. فما تنساونيش من لايكاتكم يا ورداتي، حطوا لي داك اللايك الان 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 وبقاو معايا للاخير ان شاء الله غادي تستمتعوا. المهم اخواتي، اليوم غادي نشارك معكم مربى تاع الورد. طريقة تاع الاعداد تاعه مميزه جدا، الذوق تاعه اكثر من رائع، غادي تجربوه ان شاء الله وغادي تدعوا لي، خصوصا الاخوات اللي عندهم الشجيرات تاع الورد في جناناتهم وما عرفوش يديروا بهم، اللي عندهم جوارينهم كذلك عندهم الورد. الورد راهو غير يضيع هكا، نبروفيتو نديروا به اطيب واحلى وابن مربى ان شاء الله. اليوم ان شاء الله كما كنتوا تشوفوا معايا غادي نشاركه معكم، غادي نعطيكم كاع النصائح، فما تزابوا حتى والو، بقاو معايا للاخير. كما شفتوا عندي هذا الورد هو المناسب، يعني انسب ورد للمربى هو هذا النوع، اللي تجي الوردة صغيرة وتجي ريحتها بنينة، يعني تحسوا الوريدة غير صغيرة، البتيلات تاعها صغار لكن الريحة بسم الله ما شاء الله، تجي ريحة الورد تاعها ما شاء الله. هذا النوع تاع الورود اخواتي، هذا اللي يجي صغير هو الانسب. نلقوا هذاك الورد الكبير، هذاك اللي يجي تاع الزينة، هذاك صراحة ما يجيش مليح، يعني انا راني ديت واحد الوردة منه دقتها ما تجيش بنينة. هذا ما تاكلوا الورقة هكا ولا تاكلوا البيتي اللي تحطوها في فمكم، تحسوها بنينه يعني ريحتها ما شاء الله. فهذا هو النوع الانسب. اليوم غادي نديروا مربى، واذا بغيتوا في الفيديوهات المقبله نحط لكم الماء مقطر بطريقه سهله جدا، خلوا لي في التعليقات. هنا اخواتي فتت الورد تاعي وخليت هذا شوش الورد اخواتي، هذا تبغوا تيبسوه تزينوا به الحلوه تاعكم، ديروا تيزانه كيما بغيتوا، ولا تشربوها كتيزانه، تنقعوه تشربوه كيما راه كيما هكا، مهم حاجه ما تترمى فيه. هنا اخواتي شوفوا راني ندي غير في الوريقات هذوك البيتيلات وفقط، ما تدوش القلوبه تاع الورده، يعني ما تدوش القلب تاعها، ادو غير الوريدات ولا غير الوريقات اللي على برا، وحاولوا انكم ما تفتوش بزاف هذاك الحبوب الطلع هذوك اللي كيقولوا ولا اللقاح ولا المهم هذاك القلب تاع الورده، حاولوا ما تفتوش ولو اننا بسياسه غادي نغربلوه. كي تكملوا تفتوا كاع الورده تاعكم حكموه غربلوه في غربال يكون عينيه كبار ولا في الصفايه باش يطيح لكم اي حاجه فيه، وحاولوا انكم تدوا فقط البتيلات اللي ملاح اللي هذوك فاسدين ولا ما تحطوهمش باش ما يفسدولكمش البنه تاع المربى. بعد اللي كملت كاع فتت الورده تاعي وغسلته ونفضته عفوا نفضته من بعد غسلته، حكمت وزنته. بالنسبه للميزان انا عندي كان عندي في الزلافه 200 غرام وفي لابوات كان عندي 300 غرام، كيما شفتوا كميه بسينه ما شاء الله تاع الورد، عطاتني فقط 500 غرام، كيما نعرفوا هو خفيف بزاف. الميزان تاع السكر لكل 500 غرام تاع الورد نحتاج الى كيلو تاع السكر. انا السكر تاعي قليل اخواتي، كاين اللي يديروا بزاف السكر يحطوا زوج كيلو حتى 3 كيلو، هذا مبالغ فيه، يعني فقط كيلو غرام يكفي جدا انها المربى يجي بنين وتستطعموا البنه تاعه. هنا اخواتي وزنت كيلو تاع السكر، من هذاك الكيلو تاع السكر قلعت كاس تاع السكر كما شفتوا معايا، كاس تاع السكر حطيت له زوج حبات تاع الليمون كبار معصورين، يعني هذوك زوج حبة تاع الليمون اللي عصرتهم مع كاس تاع السكر حطيتهم على الاوراق تاع الورد يعني على البيتيلات، وبديت نحك فيهم بهذيك الطريقه، يعني نعجنهم غايه الغايه على الحمان تاع يديا على السخانه تاع يديا، غادي هذوك البيتيلات يدبالوا كما راكم تشوفوا معايا، يدبالوا بزاف. ونبدا هكا نزيد نحكهم نزيد نحكهم حتى نحس الماء يخرج منهم، نحكمهم ونعصرهم بهذه الطريقه بيدي، ما تعصروهمش غايه الغايه حتى ينشفوا كاع من الماء اللي فيهم، خلو فيهم واحد شويه، يعني احنا غادي نعصروهم بصح ماشي حتى نقلعوا منهم كاع الروح، لا غادي نخلو فيهم شويه فقط، هذيك الشويه هي اللي غادي نطيبوا فيها في الاول، ومن بعد غادي نصفوا هذا الماء واللي نحتاجوه في المرحله المواليه. هنا اخواتي بعد اللي عصرته كما كنتوا تشوفوا، هادو اخر بيتيلات غادي نعصرهم، نفوت كل شيء في الصفايه، هذاك السائل اللي عصرته كاع نفوته في الصفايه باش ندي
الماء وفقط. شوفوا أخواتي السائل اللي تحصلت عليه، لون وريحة ولا أروع، يعني بسم الله ما شاء الله. اللي يبغوا يشربوا عصير يقدروا يديروه من الآن هكا هذا الماء تاع الورد، كذلك يجي بنين. ومن بعد غادي نعطيكم أيضا واحد الفكرة أخرى، فابقوا معايا للأخير. هنا بعد اللي كملنا جات مرحلة إعداد المربى. نجيبوا هذاك الكيلو تاع السكر غير كاس، يعني احنا شفتوا معايا في الأول أنه قلعنا من هذاك الكيلو كاس، نحطوا معاه لتر تاع الماء معدل 4 كيسان تاع الماء يكونوا كبار. يعني هنايا اخواتي غادي نعبر لتر تاع الماء مع كيلو غير كاس من السكر، ونخليه حتى يغلي غايه الغايه ويدوب لي هذاك السكر. غادي ننزل فيه هذوك البتيلات اللي كنا عجناهم وعصرناهم من الماء تاعهم. هنا في هذه المرحله اخواتي غادي نخلط وننقص النار، نخليها شمعه. هنا علاش نخليها شمعة؟ انني باغيه البتيلات يطيبوا في المرحله هذه. نتوما تبغوا تقطعوا البتيلات اللي شفتوهم كبار، تبغوا تروحوهم في الاشوار، ولا تبغوا ديروا كيما انا حتى يطيب كاع المربى، نفوت عليه بالبراميكسور يعني نرحيه يجيني ما شاء الله. هنا اخواتي في نصف مرحله الطياب راني نوريه لكم، غادي تشوفوا انه اللون تاع البتيلات تبدل وحال، يعني اللون تاعهم غادي يحول، ما يبقاش هذاك اللون الوردي الجميل، لكن في الاخير غادي نعاود نرجعوا له اللون الوردي تاعه. هنا اخواتي بعد مرور تقريبا 40 دقيقه وهو يغلي من على النار، على النار كما قلت لكم شمعه، غادي هنايا نضيف له نطفي عليه ونضيف هذا السائل ولا خلاصة الورد اللي استخلصناها في الأول، غادي نضيفها عليه كلها وغادي نخلط ونخليه يزيد يتكتك مدة 5 دقائق إلى 10 دقائق. نتوما أخواتي في مرحلة الطياب كي تلحقوا نص ساعة والورد تاعكم يطيب، أحكموا بتيلة ذوقوها، إلى لقيتوها طرات وطابت معاكم خلاص، يعني هذيك هي المرحلة تقدروا تزيدوا فيها. أنا دات معايا 45 دقيقة. بعد ذلك ضفت لها هذاك الخلاصة تاع الورد، بعد ذلك ضفت لها نصف ملعقة كبيرة أو ملعقة صغيرة غير مملوءة من حمض الليمون لتفادي تبلور السكر تماما، ويعطينا نكهة إضافية لمربى الورد تاعنا. خليتها 5 دقائق أخواتي، بعد ذلك طفيت عليه كما كنت تشوفوا وطحنته بالبراميكسر. المقطع هذا ما بين شوي نتحذف لي، مهم أخواتي أني طحنته بالبراميكسر باش نفتت القطع تاع الورد، ما نبغيهمش يكونوا كبار بزاف كما كنت تشوفوا. وجاني ما شاء الله تستيته في الصحن كيما موالفين تستو الثقولية تاع اي مربى، نشوفو اسكو ركح ولا مركحش. ها ولا مربى تاعي، حطوا فقط نقطة من المربى في الصحن وديروها في تبرد، ومن بعد قطعوا الخط هكا، ديروا خط بصبعكم في المنتصف، إذا ما تلاقاوش زوج خطوطة هذوك عرفوا بلي المربى تاعكم خلاص وجد، ما تخلوش يزيد يعقد أكثر من هكا لأن دوك يبرد يزيد يجمد، فحاولوا أنكم تخلوه يعني في القوام المناسب. هنا أخواتي وهو ساخن غادي نعمره في البلارات التوعي اللي راني معقمتهم من قبل. هنا غادي تشوفوا أخواتي أني غادي نعمره، وغادي نخلي دائما المساحة ولا المسافة اللي نقول لكم دائما تاع الضغط اللي هي 1 إلى 2 سنتيم، ديما خلو هذيك الواحد سنتيم ما تبلعوهاش. أنا هنا عمرت لي 4 بلارات اللي يرفضوا رطل، وشوفوا لي اللون أخواتي بسم الله ما شاء الله. كشفتوا معايا في كنا نطيبوا فيه البتيلات حالو، لكن بمجرد أننا غادي نرجعوا لهم الماء هذاك تاعهم اللي استخلصناه في الأول ونخلوه مليح فيها، يعني هذيك 5 دقائق يزيد يطيب شوية معاهم على نار هادية دائما كيما نقول لكم، يتكتك واحد شوية وطفوا عليه وتخلوه حتى يولي الحرارة تاعه بحرارة الغرفة، غادي تشوفوا أنه اللون تاعه رجع تماما. هذيك هي الحرارة اللي غادي نحطوا فيها في البلارات، يعني هذيك هي، يعني تقدوا توشوها بيديكم. نعاودوا نعمروا البلارات تاعنا بهذا الطريقة ونصبرهم بالطريقة العادية اللي موالفين نصبروا بها، نحطوا الطخشون هكا في الكوكوت ولا في طنجرة ونغطوا عليهم بالماء مدة 20 دقيقة، خلاص راهم واجدين، طفوا عليهم خلوهم حتى يبردوا وراه جاهز المربى تاعنا للحفظ لسنوات كما ديما نقول لكم. هنا اخواتي ها ولا المربى تاعي، حطيته في صحن، شوفوا لي القوام بسم الله ما شاء الله، قوام ولا اروع، الدار كلها تعمرت بريحه الورد، جاء اكثر من رائعه، ذوق تاعه مميز جدا، يعني ماشي كيما المربى تاع الفواكه، مميز عنده نكهه خاصه، يعني اللي يبغوا يستطعموا نكهات جديده ننصحكم انكم تجربوا مربى الورد. بالنسبة لطريقة التناول تاعه تبغوا تحطوه مباشرة فوق الخبز، أنا صراحة نبغي نديره مع الفرومة
الفرماج يعني مع الجبن يجي بزاف شباب، يعني هذاك الجبن كيف نقوله يبين النكهة تاعه، هذيك الملوحية تاع الجبن مع الحلاوة تاع مربى الورد مع النكهة تاعه يجي أكثر من رائع. كما شفتوني ندهن قطعة الخبز بالجبن ونزيد نحط له هذاك المربى من فوق، وذوقوه بالصحة والستر عليكم. يعني ما غاديش نزيد نشكره لكم أكثر من هاك، غادي تجربوه كما نقولوا، غادي تدعوا لي أخوات لي تجربوه، رجعوا في التعليقات وكتبوا لي كي جاكم هاد المربى. المهم أخواتي شاركت معكم اليوم المربى تاع الورد، جاء أكثر من رائع كما قلت لكم، الطريقة المميزة تاعه حاولوا أنكم تتناولوه بالجبن، غادي تشوفوا كيفاش يعطيكم نكهة رائعة جدا، سواء جبن المثلثات أو جبن تاع الطلي أو حتى الجبن الطازج ولا الجبن تاع المنزل، أيضا يجي أكثر من رائع. ما تنسونيش من لايكاتكم، أنتظر تعليقاتكم، أحبكم في الله والسلام عليكم.